Welcome everybody. Now we are going to discuss personality. Objective of this lesson: to define what is personality, Freud and psychodynamic perspective, humanistic approach. Also, we will discuss biological approaches and paid theories, cultural and understanding of personality. Also, we will discuss personality assessment. Firstly, we have to define the personality. Personality is defined as a relatively stable set of characteristics that influence an individual's behavior. بمعنى ان احنا بعض السمات او خصائص الشخص التي تعتبر ثابتة إلى حد ما والتي تؤثر على سلوكياته مع الآخرين. وليه بنقول عليها long standing؟ لأنها هي تسبق دائما السلوك بتاعه. And patterns that propel individual to consistently think, feel and behave in specific way. بمعنى أن هذه السمات وهذه الأنماط هي التي توجه الشخص دائما بشكل ثابت كيف يفكر، كيف يشعر، أنت كيف يسلك تجاه الآخرين. عندنا personality theories تفسر نمو الشخصية والسلوكيات بتاعتنا. في عندنا أول theory اللي هي psychodynamic theory اللي هي بتاعت فرويد، اللي emphasize دايما على ال unconscious determinants of behavior، اللي هي طول الوقت بتفسر سلوك الإنسان بإيه؟ بال unconscious factors. النظرية الثانية trait theories، اللي هي سمات، نظرية السمات، اللي هي طول الوقت بنفهم understand individuals by breaking down behavior patterns into observable traits. يعني السلوك بنفتته ونجزئه إلى أجزاء يمكن أن نراها. النظرية الثالثة humanistic theory، اللي هي النظرية الإنسانية اللي دايما بترجح أن الإنسان يميل إلى growth and improvement، يميل دائما إلى النمو والتطور والتحسن. نبدأ بالنظرية السايكوديناميك برسبكتيف اللي هي البايونير فيها سيمون فرويد. سيمون فرويد حط رولز لازم اتبعها، وهو يصف الشخصية ويطرح مكوناتها ويطرح نموها. In our conscious refers to that mental activity of which we are unaware and are unable to access. في مفهوم وضعه اللي هو اللاوعي، وانه جزء من النشاط العقلي بتاعي اللي انا لست مدركه ولا استطيع ان اراه ولا استطيع ان اعرفه. خلاص، دي اسمه ايه؟ الـ unconscious. According to Freud, unacceptable urges and desires are kept in our unconscious. وبما أنها أنا غير مدركها ولا أستطيع أن أصل إليها، فبالنسبة لنا كل الحاجات الغير مقبولة والرغبات اللي مش مقبولة بنخليها في الـ unconscious through a process called repression. يبقى الحاجات اللي انا مش قادر استوعبها او مش قادر، ما هياش مقبولة اجتماعيا، الرغبات والدفعات والحاجات اللي انا عايز انفذها وليست مقبولة اجتماعيا، بضطر ان انا ازحها الى الـ unconscious بواسطة عملية ازاحة. كويس. طيب، احنا المرة اللي فاتت عرفنا ان انا عندي فرويد قسم المايند انتو تو ستراكشر، واحد اسمه unconscious mind والتاني conscious mind، واتفقنا ال unconscious mind هو الجزء الاكبر الذي لا يظهر من الشخصية، وانه
دائما انا لا استطيع ان اصل اليه. والجزء الاقل هو اسم الكونشس مايند. وبعدين قال ان انا عندي ثلاثة مكونات تانية اللي هما الايد والسوبر ايجو والايجو. المعلومة التانية، القاعدة التانية اللي حطها فرويد، ان البرسوناليتي ديفلوبس فروم ا كونفليكت بتوين تو فورسز، اور بيولوجيكال اجريسيف اند بليجر سيكينج درايفز versus our internal socialized control over these drives. بمعنى ان الشخصية بتاعت اي انسان بيحصل لها تطور من خلال عملية صراعية او عملية صراع ما بين قوتين. واحدة القوة اللي هي التي تميل الى العنف والبحث عن المتعة، ودول بيولوجيكال يعني موجودين فينا بيولوجيكال، الميل الى العنف والميل الى البحث عن المتعة. تتعاكس معاها القوة اللي هي حصل ان انا اكتسبتها من المجتمع اللي هو how to control over these drives. يبقى انا عندي من منظور فرويد ان البرسوناليتي بتاعتي بيحصل لها نمو من خلال او تتطور من خلال خناقة بين قوتين، احدهما بيولوجيكال واللي هي الاجريشن والبليجر سيكينج، والقوة التانية اللي بتشكل التوازن الحاجات اللي انا بكتسبها من المجتمع how to control الاجريشن والبليجر سيكينج درايفز. من خلال هذا الصراع our personality is the result of our effort to balance these two competing forces. النتيجة المحصلة النهائية لهذه الكونفليكت بيظهر علينا شخصيتنا. فرويد suggests that we can understand this by imagining three interacting systems within our minds. He called them the id, ego and super ego. اللي احنا قلنا عليهم عندي ثلاثة components، الid والego والsuper ego. يعني الكلام ده الid اللي هو contains a reservoir of unconscious psychic energy. ايه بقى احنا قلنا الايد ده كله لو شفنا الصورة هنلاقيها كل الايد موجود في الانكونشسنس، وبما انه موجود في الانكونشسنس هو يعتبر مخزن لكل الطاقة النفسية اللي موجودة في اللاوعي. strives to satisfy basic sexual and aggressive drives. احنا قلنا unacceptable urges of aggression and pleasure seeking drives متشالة في الـ unconsciousness في الـ id بواسطة الإزاحة اللي هي الـ repression، عملية الـ repression. operates on the pleasure principles demanding immediate gratification. وإيه بقى القاعدة اللي بتحكم الإد؟ أنه دائما وأبدا يبحث عن المتعة ودائما يبحث على الإشباع، والإشباع الـ immediate الوقتي. يبقى الإد هو عبارة عن مكون من مكونات البرسوناليتي موجود في الانكونشسنس، يحتوي على السايكيك انرجي اللي هي حصل لها ريبريشن وهي دائما هتبقى basic sexual and aggressive drives، وبيفكر ازاي او بيشتغل ازاي بواسطة البليجر برينسبلز اللي هي البحث عن المتعة والاشباع اللحظي الفوري. طيب ايه المكون التاني؟ السوبر ايجو. السوبر ايجو the part of the personality that represents internalized ideas ideals، الحاجات اللي انا حصلت عليها من المجتمع اللي هي المثل والقيم، وهي represents rules of society وهي القواعد الحاكمة للمجتمع. وايه بقى؟ provide standards for judgment، وبيديني المكونات للحكم على الامور، and for future aspiration، وايه اللي بيديني الطموح وتفكيري في المستقبل. هو يشكل الضمير اللي انا اكتسبته من خلال المجتمع وقواعد المجتمع، وهو ده دايما رمانة الميزان بالنسبة للإد. يبقى انا خدت الإد وخدت السوبر إد. طيب فاكرين في المحاضرة لما كان عندنا
شخص والشيطان على كتف والملاك على كتف، وبقولنا ان الايجو هو في النص بيصل الى ايه الحل الوسط. إيد and سوبر إيجو are in constant conflicts. طول الوقت الإيد زي ما قلنا كده، الملاك والشيطان دايما بيتخانقوا مع بعضهم. This cause guilt and anxiety. هذا الصراع اللي موجود طول الوقت بيخلق في الشخص إحساس بالذنب والقلق. طيب people need to learn how to cope with this conflict. مش ممكن هفضل طول الوقت في هذا الصراع ولا واللي ينتج عنه guilt and anxiety. لازم في الآخر خالص أصل إلى حل. بعض الناس some do it successfully and other don't. بعض الناس بتصل إلى حلول لهذا الصراع ويخف الجلد اللي هو الإحساس بالذنب والقلق، وبعضها لا يستطيع الحل لهذا الصراع بشكل إيه؟ بشكل سلمي. مين بقى زي ما احنا قلنا الكونفليكت ده اللي بيحله؟ الإيجو. يبقى conflict must be resolved by the ego. طيب الايجو بقى ده لو احنا رجعنا للصورة اللي هي شفنا فيها الـ unconsciousness والـ consciousness، هنلاقي الايجو is largely conscious، موجود معظمه في الوعي، وبيسميه executive part of personality اللي هو المدير التنفيذي اللي بيقوم بعمليات التنفيذية بالنسبة للشخصية. mediates among the demands of the id and super ego and reality اللي احنا قلنا هو ده اللي بيصل الى حلول وسطى، ما بين حلول سلميه، حلول تقلل الجلد والانكزايتي ما بين الايد والسوبر ايجو، وايه ومتطلبات المجتمع الواقع. دايما يقول انت يا ايد طالب حاجات ما تنفعش مع السوبر ايجو، وكمان ما تنفعش مع احتياجات الواقع، فلازم نصل الى حل وسطي. operates on the reality principles. احنا قلنا الايد بيدور على البليجر برينسيبلز، اما الايجو ده ايه اللي القواعد الحاكمه له؟ انه يعمل تحت قواعد الواقع. satisfying the id's desire in way that will realistically bring pleasure rather than pain. لو انا الايد ده طلب ونفذوا البني ادم او الانديفيديوال immediately، يبقى بيدور على immediate gratification والبليجر سيكينج، لكن في النهايه هيؤدي بي الى guilty feeling وanxiety، يبقى بدال ما يديله bringing pleasure will lead to pain. ولكن الجلت الايجو بيعمل ايه بقى؟ بيخلي الرغبات الايد تنفذ ولكنها بطريقه واقعيه تسبب له المتعة ولا تسبب له الألم. ببساطة هنا أنا ناخد إيه الإيد اللي هو الانتراكشن ده، الإيد I want to do that now. الإيد يرغب في تنفيذ ما يريده بالقاعدة بتاعته pleasure seeking and immediate gratification now. يريد أن يحصل على هذا الآن. السوبر إيجو يقول له إيه it is not right to do that. لا لا يجوز، ليس من الصحيح ان تفعل هذا. طب الايجو طب تعالوا بقى ايه maybe we can compromise، ممكن نصل الى حل وسط بينكم، لان الايد لو نفذ اللي هو عايزه البليجر اللي هو بيبحث عنه هيؤدي الى بين، ولكن والسوبر ايجو واقف له بالمرصاد، لكن الايجو يقول له ايه طب تعالى نصل الى حل وسط، نفعل ما تريده ولا نزعل السوبر ايجو ولا نصل الى ايه البين اند. طيب بيعمل الحكايه دي من خلال ايه بقى؟ حاجه اسمها الديفنس ميكانيزمز، الوسائل الدفاعيه. فرويد بيليفز ذات فيلينجز اوف انكزايتي ريزالتنج فروم ذا ايجوز انابيليتي تو ميدييت ذا كونفليكت بتوين ذا ايد اند سوبر ايجو. When this happened, Freud believed that the ego seeks to restore balance through various protective measures known as defense mechanisms. يبقى الانكزايتي اللي هي نشأة من هذا الخلاف الذي لم يحل بين الايد والسوبر ايجو، يبقى لازم الايجو يدور على حل لان الانكزايتي بقت موجودة. يبقى لازم علشان الانكزايتي دي تبقى مش موجودة، يبقى الايجو لازم يقول لازم نصل الى حل وسط
وايه التوازن اللي كان في الاول قبل الكونفليكت، والحكايه دي زي ما قلنا بتتم عن طريق ايه الديفنس ميكانيزم. When certain events, feelings or yearning cause an individual anxiety, the individual wish to reduce anxiety. طبعا لما يحصل حاجتين، حدث او مشاعر او حنين الى، او ان انا عايز اعمل حاجة ولكن هذه الحاجة دي هتعمل لي anxiety، لازم طول الوقت احاول اخف anxiety زي ما احنا قلنا كده. To do that, individual's unconscious mind uses ego defense mechanisms. نقطتين لازم نعرفهم. الـ unconscious mind اللي بتخلي الايجو يستخدم ديفنس ميكانيزم، الحيل الدفاعيه. وايه دي بقى تعريفها بقى ايه؟ unconscious protective behavior that aim to reduce anxiety. يبقى هي عباره عن حيل دفاعيه لا شعوريه الايجو بيعملها علشان ايه؟ to reduce anxiety اللي نتجت من افعال الايد واراد ورغبات الايد اللي هي هتسبب الانكسايت. When we use defense mechanisms زي ما قلنا كده we are unaware that we are using them. انا بستخدم هذه الحيل الدفاعية ولكنني لا اشعر بها ولست ادركها ولست واعي بها. Further they operate in various ways that distort reality. بعض هذه الحيل الدفاعية بتشوه الواقع. According to Freud we all use ego defense mechanisms. هذه بتعمل تحوير، هذه defense mechanism بتعمل تحوير في الواقع. لو هي عملت تحوير في الواقع بطريقة سلمية هتؤدي إلى الـ anxiety تبقى reduced ويبقى peace. ولكن لو هي عملت تشوه للواقع بطريقة مرضية هيبقى ينتج عندي defense mechanisms ما هياش healthy. تعريف الـ defense mechanisms: the ego's protective methods of reducing anxiety by unconsciously distorting reality can be normal process but can also lead to disordered behavior. زي ما احنا قلنا كده لو انا عملت distortion او تغيير الواقع بطريقة قد تكون طبيعية او قد تكون مرضية. طيب اول ديفنس ميكانيزم هي وابو الديفنس ميكانيزم هي الريبريشن، ودي بيزك ديفنس ميكانيزم that punishes anxiety arousing thoughts feelings and memories from consciousness. هي الوسيلة الأساسية اللي كلنا بنستخدمها اللي هي بندفع الـ anxiety arousing thoughts الأفكار التي تولد القلق أو المشاعر التي تولد القلق أو الذاكرة التي تولد القلق، بندفعها إلى من الـ consciousness إلى الـ unconsciousness. يبقى أول حاجة كلنا بنستخدمها هي الأساس في الحيل الدفاعية الـ repression، ودي كلنا بنستخدمها علشان ندفع الأفكار والمشاعر والذاكرة التي تؤدي بنا إلى القلق إلى من الـ consciousness إلى الـ unconsciousness، وكده يبقى الـ anxiety اختفت بشكل سلمي. memories زي الـ memories of childhood or past marriages، يعني حد مر بأفكار بحوادث مش كويسة أثناء الطفولة أو حد مثلا اتجوز وفشل في جوازه. طيب ناخد الديفنس ميكانيزمز اللي ممكن الإنسان يستخدمها وندي تعريفها وندي أمثلة ليها. عندي أول ديفنس ميكانيزم اسمها الدينايل، وهي اسمها الإنكار. يعني deny refusing to accept real events because they are unpleasant. هو رفض الواقع او حدث حقيقي لاني لو لم انكره سيسبب علي احساس بالغير سعادة، مش حاجة مش مبسطة. مثالها ايه بقى؟
Kayla refuses to admit she has an alcohol problem, although she is unable to go a single day without drinking excessively. يعني دي واحدة بتقول أنا ما عنديش مشكلة مع شرب الخمرة، أنا ما عنديش مشكلة خالص، على الرغم من أنها لا يمكن يعدي يمر عليها يوم من غير ما تبقى شربة خمرة بطريقة يعني شديدة جدا. يبقى عندها مشكلة، أنها مشكلة إدمان الكحوليات، وتقول لك أنا ما عنديش مشكلة مع الخمرة، وفي نفس الوقت هي إيه ما يمرش عليها يوم إلا وتكون تحت تأثير الخمرة بطريقة شديدة جدا. Displacement، الإزاحة. Transferring inappropriate urges or behavior onto a more acceptable or less threatening target، اللي هو ببساطة اللي أنا عندي حاجة احنا قلنا عايز أعملها، ولكنني الشخص الذي أستطيع أن اللي قدامي اللي أنا عايز مثلا أنفذ aggression towards him، أنا مش هقدر أروح محول الشخص ده إلى شخص آخر. يعني إيه ببساطة؟ إحنا المثل البلدي اللي إحنا بنقوله ما قدرش على الحمار يقدر على البردعة. فإيه مثالها بقى؟ During lunch at a restaurant, Marx is angry at his older brother but doesn't express it and instead is verbally abusive to the server. المثل ده ببساطة، اتنين اخوات قاعدين في المطعم، مارك ده متغاظ من اخوه اللي اكبر منه، فبدال ما يطلع غيظه او غضبه على اخوه ابتدى يعامل الجرسون بشكل عنيف وبشكل في نوع من انواع الاهانة. يبقى بدال ما كان المفترض انه يطلع الغضب بتاعه على اخوه اللي هو غضبان منه، راح نقله الى الجرسون لانه هو ايه اقل ضررا لو هو طلع الغضب بتاعه. Projection attributing unacceptable desires to others. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عندي رغبات غير مقبولة، فبدال ما اقول ان انا اللي عندي هذه الرغبات اعكسها او اطلقها على الاخرين. Chris often cheat on her boyfriend because she suspects he is already cheating on her. هي واحدة بتخدع أو بتخون البوي فريند بتاعها لأنها طول الوقت هي إيه suspect he is already cheating on her. يعني بدال ما هي تبقى هي نفسها تغشه، ولكن في الآخر خلاص تقول إيه لا ده هو اللي بيغشني. يبقى الرغبات الغير مقبولة بدل ما تصم بها نفسها وصمت بها الآخرين. طيب الرقم 3 rationalization اللي هو التبرير. justifying behaviors by substituting acceptable reasons for less acceptable real reasons، اللي هي عملية التبرير اللي احنا في ناس كتيرة او بيستخدمها. Kim failed his history course because he didn't study or attend the class. واحد اسمه كيم فشل في الامتحان بتاعه بتاع التاريخ لانه لا ذاكر ولا حضر. وبعدين he told his roommates that he failed because the professor don't like him. وبعدين ابتدى يقول ان انا سقطت لصاحبه، انا والله انا يعني ذاكرت كل حاجه بس انا سقطت علشان الاستاذ بتاع الماده ما بيحبنيش. يبقى بيوجد مبرر لايه للفشل بتاعه. يبقى الراشوناليزيشن ايجاد مبرر غير unacceptable less acceptable real reason مكان الacceptable reason. طيب
reaction formation اللي هو عكس الفعل reducing anxiety by adopting belief contrary to your own beliefs. اللي الواحد يبتدي يقول كلام هو عكس اللي انا بعتقده. Nadia is angry with her coworkers for always arriving late at work after a night of partying. واحدة اسمها نادية دي غضبانة جدا من صاحبها اللي في العمل لأنه هو دايما ايه يصل متأخرا بعد ايه ليلة حفلة. يبقى كل ما يبقى في حفلة بالليل نادية قال صاحبها ده بيجي الشغل متأخر وبتبقى غضبانة جدا 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 تجاهه. But she is nice and agreeable to Beth and affirms the partying as cool. وهي في نفس الوقت وهي في الحفلة night party دي تلاقيها ظريفة جدا وممتعة في ايه في اثناء الحفلة. يبقى في نفس الوقت هي في الحفلة سلسة جدا لكن تاني يوم الصبح لما يتأخروا لما يتأخر زميلها عنه في العمل بتبقى عنيفة جدا معاه وبتبقى غضبانة منه. regression يعني ايه regression؟ النقوص او ارتداد الى الخلف. return to coping strategies for less mature stages of development. ان يحصل ارتداد ونقوص الى الخلف بطريقة من طرق ازاي التفاعل مع الاستراتيجيات التأقلم، بس هذه الاستراتيجية اقل نضوجا من الاستراتيجيات اللي انا مفروض عليها في هذا السن. after failing الاكزامبل بتاعها after failing to pass his doctoral examinations. واحد كبير بيفشل في امتحان الدكتوراه. جورجيو spends days in bed cuddling his favorite childhood toy. راح بعد كده بعد ما فشل في امتحان الدكتوراه وهو رجل كبير راح خد معظم ايامه نايم في السرير قاعد يهدهد ويطبطب على اللعبة اللي كان بيلعبها وهو صغير. المثال البسيط اللي احنا بنقول عليه احنا ان لو كان في عندنا طفل بعد الخمس سنين والست سنين كبير المفروض ان هو ما يعملش nocturnal enuresis يعني ما يعملش waiting his bed at night. لو حصل والدته جابت له طفل او ابتدت يبقى فيه طفل اصغر منه ابتدى يجي وياخد الكير هذا الطفل اللي عنده 10 سنين يرتد الى الخلف ويبتدي waiting his bed at night يبتدي يتبول على روحه بالليل وهو نايم. هذه الرياكشن ده بتاع طفل اصغر من سنه يبقى حصل regression الى مرحلة عمرية سابقة. repression suppressing painful memories and thoughts دي هي زي ما قلنا كده اللي هي البيزك ديفنس ميكانيزم اللي احنا بنعمل بندفع البينفول ميموريز والافكار الذاكرات المؤلمه والافكار المؤلمه من الكونشسنس للانكونشسنس. دي واحده اسمها لاشيا cannot remember her grandfather's fatal heart attack although she was present. هذه السيدة كانت موجودة مع جدها جدتها أثناء الوفاة بواسطة بسبب ذبحة صدرية ولكنها لما يجي يسألوها كنت انت فاكرة جدتك ماتت ازاي تقول لك انا معرفش مع انها كانت موجودة في هذه الوقت. سبليميشن يعني التسامي. يعني ايه؟ يعني احنا شايفين ان احنا بنقول ديفنس ميكانيزمز هذه الديفنس ميكانيزمز كلها بتنتج الى سلوك مرضي ولكن في حاجة اسمها سبليميشن تسامي ده سلوك يعني اعلى واسمه. redirecting unacceptable desires through socially acceptable channels الرغبات الغير مقبولة وعبر عنها بطريقة مقبولة اجتماعيا.
Jerome's desire for revenge on the drunk driver who killed his son is channeled into a community support group for people who have lost loved ones to drunk driving. ده واحد فقد ابنه لأنه واحد شارب خمرة سايق عربية خبطه قتله. بقى عنده رغبة في الانتقام من هذا السائق ومن كل سائق شارب خمرة. حول هذا الانتقام او الرغبات الانتقامية اللي عنده الى انه دخل في مجموعة من البشر عاملين جمعية لدعم مين؟ الاشخاص الذين فقدوا انسان عزيز عليهم بسبب السواق تحت تأثير المخدرات. يبقى بدال ما كان هينتقم وعنده رغبة انتقامية من كل السواقين اللي بيسوقوا تحت تأثير المخدرات، تحول الى شخص داعم لكل من فقدوا ابنائهم او انسان عزيز عليهم في مثل هذه الحوادث. يبقى بدال ما كان هيفعل سلوك unacceptable او سلوك مرضي، ابتدى يعمل حاجة مقبولة اجتماعية. دي برضو بعض الامثلة للديفنس ميكانيزمز، الريبريشن قلناه، والريجريشن والديسبليسمنت والريجناليزيشن، دي امثلة اخرى كمان، البروجيكشن والسبليميشن والاكشن فورميشن. طيب الجزء الثاني من نظريه البيرسوناليتي ديفلوبمنت اللي احنا قلناها المره اللي فاتت، اللي هي السايكوسيكسوال ستيجز، الفايف سايكوسيكسوال ستيجز اوف ديفلوبمنت سايكو اناليتيكال ثيوريز، ذا تشايلد ستيجز اوف ديفلوبمنت ديورينج ويتش ذا ايدز بليجر سيكينج انرجيز فوكس اون ديستينكت ايروجينس زون، اللي هو الجدول اللي احنا قلناه في المحاضره اللي فاتت. طب الانكونشسنس ده اللي احنا لقينا فيه الكونفليكت بين الايد والايجو، وانه طول الوقت في جيلتي فيلينج وانكزايتي، وان الايجو بيلجا الى الديفنس ميكانيزمز علشان يحل الانكزايتي ويصل الى البيسفولنس وتنتهي قصه الانكزايتي عشان ما يبقاش طول الوقت الانسان تحت وقع الانكزايتي. هل انا في ممكن اعمل تقييم وقياس الانكونشسنس ده؟ في طرق للانكونشسنس اسمها بروجكتيف تيستس. ايه هي؟ اسمها ايه؟ اختبارات اسقاطيه. الاختبارات الاسقاطيه دي عباره عن الشخص بيجد بيتعرض لصور او بحكي له حكايه وبعدين يسقط ما في داخله على هذه الصور. يبقى اختبارات اسقاطيه ما هيش yes no، ما هياش objective بحيث ان احنا نقول نعم او لا، انت تشعر بكذا لا، انت تشعر بكذا دي اسمها objective test. ولكن البروجكتيف تيست دي مجموعة اختبارات اسقاطية، مثلها مثل ايه؟ حاجة اسمها رورشاخ تيست او thematic apperception test that provides ambiguous stimuli designed to trigger projection of one's inner dynamics. هنشوف هي الاختبارات دي، عندي اختبارين، واحد اسمه رورشاخ وواحد اسمه thematic apperception test. thematic apperception test a projective test، احنا قلنا انه اختبار اسقاطي، in which people express their inner feelings and interests through the stories they make up about ambiguous scenes. بنوري للطفل او للشخص صورة شكلها غامض، نقول له قول حكاية عليها. زي كده شايفين مثلا هذا الانديفيديوال شايف صورة واحدة ست واقفة ورا باب وبتحاول تفتح الباب وحط ايديها على وشها. هذا الشخص او هذا المراهق هيبص في الصورة والفاحص يقول له اديني قصة عن هذه الصورة. يبتدي الطفل بقى او هذا المراهق او هذا الشخص يعكس هذا المنظر اللي جواه الى حكاية. يقول مثلا هذه السيدة هي ام تقف على باب وتبحث عن ابنها محبوس جوه وبتحاول تفتح. يبقى
اسقط القصه اللي في داخله على الصوره، وفي واحد تاني يقول لك دي واحده عايزه تطلع بره البيت والباب مقفول عليها، او ان في كلب بيهددها من يعني كل واحد بيحكي القصه بطريقه مختلفه عن هذه السيده اللي هي واقفه بتحاول تفتح الباب ومغطيه وشها. هي مجموعه صور، الشخص بقى اللي بيبص على الصور دي بيبتدي يحكي حكايات على الصور دي، وطبعا الفاحص ده هو شخص مدرب يبتدي يحط الحكايات اللي قالها المفحوص عن كل صورة، ويبتدي يعمل اناليسيس لهذه الصور. ده اسمه ايه؟ ثيماتيك ابريسيشن. احنا شايفين كده هي عبارة عن صورة شوية منظر بقع حبر كده، والطفلة دي بتبص على بقع الحبر وتبتدي تقول هي شايفة ايه. من خلال تكرار الصور بتاعت رورشاخ تيست يبتدي الطفل او يقول حكايات، او الحكايات دي بياخدها السايكو اناليست ده ويبتدي يحللها علشان يقول هو يقصد ايه. دي ايه؟ قلنا دي اختبارات اسقاطية، ثيماتيك ابريسبشن تيست ورورشاخ تيست. بعد كده الشخص الثاني اللي مسؤول عن تفسير البرسوناليتي واحد اسمه كارل جوستاف يونغ. يونغ also proposed two attitudes or approach towards life، حاجتين extroversion و introversion، الانبساطية والانطوائية. حط ان طول الوقت يا اما اكون انا انبساطي يا اما اكون انطوائي، والاثنين دول يعني these ideas are considered Jung most important contribution to the field of personality psychology as almost all models of personality now include these concepts. لما كارل جوستاف يونغ قال ان انا عندي في attitudes او approaches طول الوقت انا بفكر فيهم من خلال الشخصية بتاعت الانسان، ال extroversion وال introversion، هم اصبحوا هذين التعبيرين اساس لنظريات قادمه في تفسير الشخصيه. يبقى اكستروفيرشن وانتروفيرشن. طب ايه بقى الاكستروفيرشن والانتروفيرشن؟ قال ان انا عندي في ناس اقدر اطلق عليهم انتروفيرت اللي هو الناس الانطوائيين، وفي ناس تانية اقدر اقول عليهم الانبساطيين. طب ايه بقى الانطوائيين دول خصائصهم وسماتهم؟ يبقى energized by being alone، ده طول الوقت بيحب يبقى لوحده، و avoids attention ودايما بيستخبى من لفت انتباه الاخرين، و speak slowly and softly ولما يجي يتكلم بيتكلم ببطء وبطريقة ناعمة، think before speaking عاقل شوية يعني قبل ما ينطق الكلمة يبقى بيفكر الكلمة دي رايحة فين، stay on one topic ويهتم دايما بايه؟ بانه لما يبدا في مشروع او موضوع يبقى دايما بيفكر فيه على انه ايه؟ حاجه واحده فقط. طيب prefer written communications، ودايما ده لما يحب يكتب يتواصل مع الاخرين نبص نلاقيه بيتواصل معاهم بطريقه كتابيه، ما يحبش الطريقه الشفهيه. pays attention easily وايه وسهل جدا ان هو يبقى منتبه وطول الوقت مركز في انتباهه، وايه وحذر كوشس، يبقى الشخصيه الانتروفيرت بيبقى بهذا المنظر. طب الاكستروفيرت الانبساطي بقى انرجايزد باي بينج وذ اذر، بيحب قوي ان يبقى موجود في وسط الاخرين، ودايما سيك اتنشن وسبيك كويكلي اند لاودلي، يبقى دايما يبحث على لفت الانتباه وانه بيتكلم بسرعه وبشكل سريع عالي، وثينك اوت لاود ودايما ايه نبص نلاقيه يعني بيفكر بسرعه وبيفكر بصوت عالي ومش قادر يركز في موضوع، وبيفضل الفيربال كوميونيكيشن ومشتت الانتباه، وبعدين بعد ما يعمل الحاجه يبتدي يفكر هو انا عملت كده ليه. ده ايه بقى الشخصيه الاكستروفيرت.
وهننتهي في هذا الجزء عند هذه النقطة، والمحاضرة الجاية إن شاء الله هنبتدي نتكلم فيها بعد شوية.